طيب، من ارتفاع اسعار الادوات المكتبيه لارتفاع اسعار حلاوه المولد، ويمكن انا اللي لفت نظري كمان بقى في حلاوه المولد تحديدا مش ارتفاع اسعارها على قد بعض طمس الهويه لشكل عروسه المولد والحصان والحاجات دي. يمكن ما بقتش الاشكال زي ما هي. هل احنا ما بقناش متمسكين؟ هل ولادنا ما بقوش متربيين على ده؟ بارتفاع طبعا الاسعار بتاعها ممكن يكون الناس عزفت شويه عن حلاوه المولد. خلينا نروح لصديقنا العزيز الاستاذ محمود عسقلاني، رئيس جمعيه مواطنين ضد الغلاء. يا محمود، يوم سهل فل. مساء الفل يا صديقي، كل سنه وانت طيب، ويقول لك الايام بألف خير يا رب. يا رب يا رب، دايما بخير على مصر كلها وعلى كل الناس ان شاء الله. ادوات المكتبيه غاليه، هنجيبها غصب عننا. حلاوه المولد ممكن تبقى غاليه فمش قادرين. بنظبط المشهد ده ازاي برضه؟ خليني اقول لك بامانه استاذ احمد، يعني فضل. انا كنت منذ قليل في معرض اهل المدارس اللي عاملاه الشركه القابضه للصناعات الغذائيه في الاميريه. تمام. بتدخل حضرتك لو عايز تشتري عربيات هتلاقي عربيات جوه، كل حاجه موجوده. 850 منتج تنتجهم الشركه القابضه للصناعات الغذائيه المملوكه لوزاره التموين، المملوكه للشعب المصري. فيها كل البراندات القديمه، فاكر الحاجات بتاع زمان، المنظفات بتاع زمان طبعا. تعرف يعني اذا كنا نقول اسم ولا لا؟ لا لا، هتقول اسم هتدفع انت، ماليش دعوه. بس دي شركات ملكنا طبعا، فيها كل الموظفات. على فكره انا فوجئت ان البالك او الباودر نفسه بيدوا له الشركات الثانيه اللي بتعمل دعايه كويسه دي، بيدوهم الباودر من عندهم. يعني انت عايز تقول لي نفس جوده المنتج بس الفرق العلامه التجاريه. العلامه التجاريه ولسات الدعايه وكلام. المعرض الشركه القابضه عاملاه ده فين يا محمود بيه؟ في الاميريه، عند منطقه الصباح. مساحه كده كبيره جدا ما شاء الله، حاجه مشرفه جدا. انا شفت وزير التموين بيفتتحه من اسبوع، عجبني جدا، قلت لازم اروح، وعملت لايف من هناك على فكره على صفحتي، موجود على صفحتي محمود العسقلاني. عايز اقول لك خد بقى الادوات المكتبيه، عندهم شركه قنا بتعمل كراريس وحاجات مكتبيه وكلام من ده، وبامانه شديده حاجه فوق المستوى، والاسعار جدا، واسعارها اقل من بره على الاقل 30-40%. هايل. على الجانب الاخر، حلاوه المولد فيها علبه حلاوه عندهم، والله اقسم بالله ب 100 جنيه. ياه. علبه حلاوه المولد ب 100 جنيه. ممكن تبقى اشكالتها قليله وعددها قليل. بص، عشان نكون صراحة، اتفضل. هو حلاوه المولد عباره عن ايه يا استاذ احمد؟ سكر. سكر وجلوكوز. طبعا. سكر وجلوكوز ومحطوط عليه شويه حمص وشويه فول وشويه مش عارف ايه. يعني وكل ده غالي. الغالي بقى اللي هو ايه، يقول لك فستقيه بحلوقيه مش عارف ايه، يا جماعه ما هو ده سكر وده سكر. وعلى فكره الفول السوداني بيدي نفس القيمه الغذائيه تقريبا للحاجات البحلوقيه اللي احنا بنتكلم عليها. لا، وانت ما تدخليش في حلاوه المولد تقول لي كل فول سوداني، انا عايز اكل حلاوه المولد، انا عايز احتفظ بعاداتي وتقاليدي. حلاوه المولد بقى، بص عشان نكون صراحه، حلاوه المولد لجيلنا اللي هو حضرتك وانا، يعني بس انت احمد يعني اصغر شويه، يعني ربما يعني ما حضرتش ايام القحط بتاعتنا بتاع زمان. حضرت والله، كل كانت الفوليه والحمصيه والسمسميه، وهو ده الكلام بتاع حلاوه المولد، مفيش غيره طبعا. كان الاوفر اول اللي بيجيب حلاوه مولد زياده كان يجي يجيب الحمصيه بتاع ده، الفوليه دي. لا لا، كان في ملبن، بس انت واضح انك مش بتحبه. لا لا لا، لا كان في ملبن وكان بيبقى في عين جمل وزي الفل. بس عايز اقول لك، خلينا نتكلم بوضوح شديد. الناس يعني عايزه حلاوه تنبسط وخلاص طبعا، وتفرح وتفرح عيالها. ما دي حلاوه ودي حلاوه، بس ب 100 جنيه احسن ما تروح تشتريها ب 5000 جنيه النهارده. صحيح صحيح. يعني النهارده يعني المعرض ده موفر. طب في كميات يعني برضه، لو الناس بتسمعنا دلوقتي وعايزه تفرح ولادها دلوقتي قبل المولد النبوي، لو راحت المعرض ده تروح على التواح. وعلى فكره منافس الشركه المجمعات السلكيه فيها العلبه ب 100 جنيه و120 جنيه وفي ب 130 جنيه. هي. فيها كل من الامكانيات. بص، اللي معاه الفقير يلاقي حلاوه. أيوة. والغني هيلاقي حلاوه المولد، والطبقه المتوسطه، كل الشرائح. هذا معرض بيخاطب كل الشرائح المجتمع اللي ممكن. ومتاكد لي ان الجوده كويسه، الحلاوه مش متخزنه، مش ما فيهاش مشكله. برضه بمناسبه المولد، اللحمه السوداني لحمه ب 280 جنيه ممتازه. هي. ممتازه، احسن من اللحمه البلدي. ده في منفذ السواح برضه ولا في المنافس كلها زي ما بتقول بتاعت الشركه القابضه؟ هي مجمعات شركه القابضه فيها كل المنتجات. لكن المعرض ده معمول برضه عشان يبقى، يعني المعرض ده يوميا بيبيع ما يقترب من 2 مليون جنيه.
ماشي سريعا عشان قدامي 30 ثانيه بس مش قادر ما اسالكش في الحته دي وانت يمكن عارف انك مهتم بيها جدا. حلاوه المولد ماشي تمام في الاسعار. عروسه المولد اختلفت شكلها حصان المولد الهويه اختلفت ولا ايه اللي حصل؟ بص بقى دخل عليك الثقافات الصيني بقى يعمل لك العروسه اللي مش عارف ايه وحاجات بترقص وحاجات بتتكلم وحاجات كده يعني بقى عند الله بقى احنا طبيعتنا حلاوه المولد بتاعتنا بتاع زمان العروسه والحصان بالزبط. الاحمر والابيض اللي كنا بنعملهم بعد المولد وبيخلص بيتكسروا بنعملهم بتاع ده مهلبيه بيخشوا في يستغل السكر اللي فيهم. لا احنا يعني عادات كتير للاسف شديد اندثرت نتيجه لان الناس عماله تدخل عليك ثقافات الصيني شغال عليك والياباني شغال عليك والامريكي والبتاع. انما احنا نفسنا نقفل على نفسنا شويه وناخد منتجات بلدنا وناخد حاجات بلدنا. بلدنا فيها خير افضل مليون الف مره من ان احنا نجيب حاجات من الخارج. لا محمود بيه انت لازم تجيلي بقى الاستوديو عشان انت عندك واضح ان في داتا كتير جدا ممكن تفيد الشعب المصري. المجهود محترم من الشركات القابضه لمنتجات كتير جدا. بشكر صديقي العزيز استاذ محمود عسقلاني رئيس جمعيه مواطنين ضد الغلاء وكل سنه وحضرتك طيب وهنتظرك قريبا ان شاء الله في الاستوديو نتكلم بمزيد من الاستفاضه. خلصنا حلقتنا النهارده ولكن دقايق وهكون معانا زميلتنا العزيزه سمر ابراهيم واطلاله.